هذا ما شاء الله ورايح عندكم محتوى من يوم حطوا بالله تكفون. خلوا ابو منصور يكمل سوالف فيما خلص اكل في قهوه صح تكفون ابو قهوه الكنترول الكنترول من يوم حطوا الدخول برقم سري وبصمه صايرين امورهم زينه وذكروني بالاتش ار يعني انا ما ادري يعني اباض انت خاف احد يغتال ولا يدخل عليك المشكله ليش رقم سري المشكله محمد عيسى هو اللي مبرمجها بعد ماخذ ابهام اباضه بس ما يفتح بهام اباضه سالم الغامدي برمجه ملخبطه الدنيا ملخبطه اقول وعدد اللي جوا الكنترول اكثر من اللي برا حبيت امور يعني انا والله ما ادري ايش السالفه لكن البراند الجميل هذا ما شاء الله تبارك الله الله يعطيكم الف عافيه اتمنى دعمهم الاسر منتجهم اولى من الاشياء والاسعار الغاليه المبالغ فيها وفوق كذا يعني اسره تحتاج الدعم لا تقصرون معهم تركي انا والله بطلب منهم والله الله يعطيك العافيه والله دائما داعم يا ابو حزام ودائما ما تكون حريص يعطيهم العافيه اللي يذكرونا بيض الله وجيههم حتى ما نسوي المتسابقين ولا نسوي فريق الاعداد ولا نسوي فريق الاداره هذول الناس اللي تحس انهم مو في البرنامج لحالهم المتسابقين صاروا يجيبون المجموعه ومجموعتهم ما يجيبون صدق والله حل الله اقوى اي عساك سالم قهوه محمد اليوم في نجم الشهر او ما فيه فيه خليك ها اعداد شكرا إيه. سعد الله يرضى فيما يتاكد الاعداد من نجم الشهر شاركونا عبر هاشتاج البزنس 76 باسم المتسابق اللي راح يحصل معانا اليوم على 1200 نقطه